معانا على التليفون الدكتور ناصر بركات، استاذ النباتات الطبيه بكليه العلوم جامعه المنيا. اهلا بيك يا دكتور ناصر. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام الحمد يا لله. يا رب على طول. هو احنا فعلا ينفع نزرع شاي في مصر يا فندم؟ بالتاكيد في ظل العلم في ظل العلم. حلو، يعني في ظل العلم مفيش حاجه بقت مستحيله. طيب كويس، في ظل العلم ان عندنا عدد من المشكلات، ده طبيعي ان يكون في مشكلات لان احنا بندخل نبات جديد. الموضوع ما هوش جديد الان، لا ده موضوع من 70 80 سنه ونحن نطرق مثل هذه الموضوعات، ما عادش فيها جديد يعني. لكن التقنيات الحديثه في الهندسه الوراثيه والتقنيات الحديثه في زراعه الانسجه خلت كل شيء ممكن، ما عادش فيه مستحيل. وبعدين ناخد السلالات دي نعملها تربيه اول جيل وثاني جيل وتوطن زراعه في مصر، خصوصا ان احنا معتادين على شرب الشاي. على فكره الناس في مصر شرب الشاي عندها اهم من شرب القهوه، وبالتالي نكاد نكون البلد الثانيه او البلد الثالثه في العالم في استهلاك الشاي. يا طبعا انا متصور يعني انه يعني الانجليز بيستهلكوه، ان احنا يعني متوسط الفرد بيستهلك حوالي كيلو ونص. كيلو ونص شاي في السنه. كيلو ونص سنوي في الفرد. الفرد شاي. صغير صغير وكبير في البيت في الاسره يعني. لا طبعا هو يعني خير دليل على ذلك ان الشاي موجود عندنا على بطاقه التموين، فده معناه انه هو طبعًا مكون اساسي لا. لدى الاسره المصريه. ويمكن لكثير من الاسر انها ما تشربش القهوه يوم واثنين وثلاثه، لكن مستحيل ما تشربش الشاي يوم مره واثنين وثلاثه. طيب يعني في اسر ما تشربش القهوه يوم واثنين وثلاثه مفيش مشكله، لكن ما فيش اسره ما تقدرش تشرب الشاي مره واثنين وثلاثه. حلو. في مشكلات؟ طبعا في مشكلات. كون ان احنا نجيب حاصله ما او نبات ما ونزرعه، ده مش جديد على مصر. القطن نفسه، القطن المصري الشهير بتاعنا اصلا ما كانش بيتزرع عندنا، يعني احنا جبناه وجربنا زراعته هنا ولقيناه كمان ليه جدوى اقتصاديه كبيره، يعني اصبح صالح جدا للزراعه في مصر، واصبح النوع المصري تحديدا هو المطلوب والارقى عالميا. هل بقى لو اشتغلنا على زراعة الشاي يبقى اقتصاديا مجدي؟ بالتأكيد بالتأكيد، لسبب بسيط. اتفضل. ربما نتوقع في السنوات القادمة يبقى عندنا استيراد للشاي في السنة، خصوصا من أول 25 و 27 20 27 و 25 ندخل على 5 مليار دولار استيراد للشاي. ياه. رقم مهول، رقم مهول جدا على دولة بتعاني من مشكلات العملة الصعبة أو الدولار. ولو ما بتعانيش يعني تقليل الفاتورة الاستيرادية ده واجب. دي النقطة الأولى لأي بحث علمي، إنك تقلل من قيمة الاستيراد. طبعا. طيب في عندنا أصناف، في طبعا في زي أي منتج في الدنيا في أصناف كثيرة جدا. في عندنا مثلا 200 صنف في الشاي أو سلالة في الشاي. جربنا في مصر 30 كويس جدا. يعني التقنيات بتاعت المواد الموجوده جوه الشاي ممكن موجوده في السلاله الف مش موجوده في السلاله ب، في نوع وليس في نوع، ما يجراش اي حاجه. يمكن عمل معالجات ليها بعد ما في التصنيع، يمكن عمل المعالجات بنعملها في حاجات كتيره جدا يعني، وممكن هندسه وراثيه. الاشكاليه الاولى ان التربه بتاعتنا غير مؤهله لذلك، ده كلام صحيح ماشي، لكن هل يمكن حل هذه المشكله؟ طبعا يمكن حلها. التربه المصريه معظمها ما بين قلوي او قاعدي، يعني مش عاوزين نجد المشاهد في معلومات علميه دقيقه شويه، دار الحموضه بتاعتها عاليه. عاوزين اللي متاسف الحموضه بتاعتها قليله، فاحنا عاوزين نعمل حموضه للتربه، فيمكن باستخدام بعض المخصبات الزراعيه زي ما بنستخدم روث الحيوان مثلا على سبيل المثال، ممكن نستخدم بعض المخصبات او الاسمده زي اليوريا وزي النترات وزي الكبريت وغيره من مع بعض الميكرو اورجانيزم والكائنات الدقيقه، تقدر تديني تحول التربه الى يعني حمضيه شويه، حمضيه يعني اقل من 7 ببساطه شديده يعني. الحاجه الميزه والاهم ان المناخ عندنا، احنا عندنا حدود، احنا جوه حزام الشاي، طبعا جوه حزام الشاي من ناحيه ان احنا نقترب من المناخ الاستوائي ضمن مساحه مصر او عشر مساحه مصر بالتحديد ضمن الحزام الاستوائي، لان احنا درجه في خط عرض 22 واحنا بنحسب على 25، يبقى عندنا 2 أو 3 خطوط عرض موجوده داخل الحزام الاستوائي. الحاجه الثانيه
انه اعلى حته عندنا في مصر في خط عرض 32 والارجنتين 33، يبقى احنا عندنا درجه فرق في المناخ مش ليس ذات جدوى كثيره، بمعنى ان هنقدر نعمل منه شيء لكنه مش بجوده المنتج الفلاني، منتج السريلانكي مثلا او منتج الارجنتيني، لكن في الاخر يطلع شيء ويغطي حسبه كبيره جدا. طيب ونسب الرطوبه وبالتالي يقدر يوفر من العمله الصعبه. نسب الرطوبه اللي ممكن يكون او تكون محتاجاها نبته زي نبته الشاي دي هتبقى متوفره عندنا ولا هبقى ساعتها محتاج ازرع فصول؟ في الساحل الشمالي موجوده رائعه 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 وموجوده رائعه وموجوده اكثر كمان في حتى في المناطق الجنوبيه ناحيه الغردقه وناحيه مرسى علم وناحيه حلايب وناحيه شلاتين. احنا ايه بيننا وبين اليمن؟ اجود انواع البن موجود فين؟ في اليمن. طب ما البن اليمني ده احنا بيننا وبينه ايه؟ البحر الاحمر. يعني موجود المسافه بيننا وبينه البحر الاحمر، ده معناه ان يمكن يجود زراعه في المناطق دي. طبعا يجود زراعه في المناطق دي، ده احنا عندنا في محميه جبل عتبه يمكن استزراع كثير جدا من النباتات دي. في عندنا حاجات بنسميها نباتات اصيله داخل البيئه المصريه، وفي نباتات احنا بنسميها نباتات دخيله او غازيه، احنا بنجلبها يعني بنجلبها لاغراض علميه او لاغراض اقتصاديه او لاي شكل من الاشكال. النباتات دي نبات الشاي ده يمكن عامل ذلك، احنا بنحتاج متوسط حوالي 40,000 فدان يغطي مصر تماما تماما تماما. طيب لو قدرنا نعمل من 10 اول سنه كويس جدا، وثاني سنه 10 وثالث سنه 10 خلاص انتهت الازمه. طيب يجي سؤال تاني يا دكتور ناصر، وانه هذه المساحات المزروعه هيبقى لها تكلفه في تهيئه التربه، تكلفه في تهيئه الاسمده اللازمه، تكلفه في طريقه الري، تكلفه في طريقه ضبط نسب الرطوبه، ممكن احتاج لصوب في بعض الاحوال، يمكن عمل صوب طبعا. التكلفه الاقتصاديه بتاعه الزراعه دي هل ساعتها هتتناسب مع الجدوى بتاعه ان انا ازرعه فضلا عن استيراده، ولا ساعتها ممكن يقف عليا الشاي المستورد ارخص؟ اتفضل يا دكتور. اولا لازم ننسى حكايه الاستيراد طالما امكن ذلك. نحن اقدم شعب في العالم في الزراعه، فكيف نستورد من هنا ومن هنا ومن هنا؟ فكلمه الزراعه دي، كلمه الاستيراد في المحصولات الزراعيه دي يجب ان احنا ننساها الا للضروره القصوى. فالشاي ليس من الضروره القصوى في الاستيراد، لكن يمكن زراعه هنا يمكن زراعه هنا. لما تيجي نتكلم على الجدوى الاقتصاديه طبعا مهم جدا، الجدوى الاقتصاديه هتجيب تكاليفها والعائد بتاعها بعد ثلاث سنين بيديني الفدان بيديني طن، وده رقم متاسف بيديني 2 طن كمان، بيديني 2 طن بعد ثلاث سنوات. وده لما تيجي تحسب الطن، هو النهارده الشاي ببساطه الشاي اصلا يعني الانواع الشائعه الموجوده في السوق المصري ما بيعمل حوالي 200,000 جنيه. بيعمل حوالي 200,000 جنيه، يعني الكيلو الكيلو بيعمل حوالي 200 جنيه، يبقى الطن يعمل حوالي 200,000 جنيه. ليها حسبه. على كل انا اشكرك جدا يا دكتور ناصر، يمكن على إلقاء الضوء على النوع ده من الزراعة إذا كان من الممكن أن يجلب إلى مصر ونبدأ نشتغل عليه. دراسة الجدوى الاقتصادية دي برضو أظنها مهمة جدا بجانب الدراسات العلمية على زراعة واستنبات الشاي في مصر. العلم جنب الجدوى الاقتصادية يؤدي إلى نجاح. كل شكر مرة تانية للدكتور ناصر بركات، أستاذ النباتات الطبية بكلية العلوم جامعة المنيا.